سؤالكم يقول: شباب، كتاب فقهي استدلالي مخطوط في عدة مجلدات للشيخ علي بن خليل بن علي الخليلي الطهراني المتوفى سنة 1297 للهجرة، هو ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام أم خزائن الأحكام في شرح تلخيص المرام أم معيار الأحكام في شرح شرائع الإسلام؟ 30 ثانية تقدرون تشاورون مع بعض وتوصلون للإجابة الصحيحة. زهر، إذا عندك إجابة شاور فريقك ونطينا الإجابة الصحيحة. 30 ثانية عندكم، استثمروها حتى وإن كانت عندكم 130، حاولوا أضيفوا لها نقاط لأن النقاط مهمة جدا في عملية التأهل والتفاضل ما بين الفرق. 10 ثواني عندنا، نحتاج إجابة. نعم، إجابة الاختيار الأول، ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام. ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام. والحرام انتهى الوقت، والإجابة الأولى كنترول يقولي إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة هي الثانية، خزائن الأحكام في شرح تلخيص المرام.